دي حتة أرض فاضية، طوبة على طوبة وإيد فوق إيد. الأرض الفاضية اتبنى فيها جدار، الجدار بقى مبنى كبير. المبنى الكبير احتاج تشطيبات من بره وديكورات خارجية، ومن جوه ما كانش الشغل واقف، كان المهندسين والعمال بيشتغلوا بإيديهم وسنانهم عشان يخلصوا التشطيبات والديكورات الداخلية. حتة الأرض الفاضية بقت إنجاز عقاري وفي أسرع وقت. حتة الأرض اللي ما كانش ليها لازمة هي فاضية، بقت النهاردة بتجيب فلوس وبقى في ناس بتستفيد منها. احنا مش مجرد شركة مقاولات، احنا ناس مؤمنة اننا نقدر نعمل انجاز على الارض ونحول شكلها الفاضي لشكل مبنى عظيم. لو كان عندك حتة ارض فاضية وعايزنا نبنيها لك، فاحنا نقدر وباشراف هندسي متكامل، كمان نقدر نشاركك في البناء. ولو عندك مبنى محتاج يتشطب، فاحنا بنعمل اشراف متكامل على الشقق والمحلات والمراكز، وبنعمل واجهات المباني باشراف معماري كامل. فكمان نقدر نشارك في بناء الابراج ونسوق البرج على اطول فترة زمنية. شركة إنجاز عقاري للمقاولات العامة، اللي بنبنيه مش مجرد مبنى، ده إنجاز.